يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وأن نجعل له أندادا. هذه الآيات تمثل وداء مشهد من مشاهد يوم القيامة يا جماعة. ربنا حكى عن أناس يوم القيامة، فبحذرني أنا وإنت ما نكون منهم. ده المجرمين معبود وعادول عبدنه. ولو ترى إذ الظالمون، الظالمون في هذه الآية أي المشركون، ده ظلم الشرك كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وربنا في آية ثانية قال: وبرزوا لله جميعا، أي الخلق جميعا للحساب يوم ذاك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذه الآيات وغيرها دي مشهد من مشاهد يوم القيامة. حتى في الأفلام يقول ليش شنو تشاهد غدا، فيلم تشاهد شنو تشاهد غدا، كمان ربنا قال لك بتشوف غدا. يوم يفر المرء من أخيه، دي فيما تشاهد غدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبته وبنيه، دي كلها مشهد من مشاهد يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه، برضو الكلام يوم القيامة. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآيات كلها بتتكلم عن المشركين. ما هنا الظلم الجاي في الآيات دي كلها؟ ظلم الشرك، ما ظلم بتاع حرام القلوب تطلب، لا، ده ظلم بتاع الشرك المنحذرك منه ونحذر منه أنفسنا حذات، لأنه هذا الشرك. ربنا حتى الأنبياء، خليك أنت، الأنبياء ربنا حذرهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وربنا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي يا محمد، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، وحد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك يا جماعة عملية صعبة. الشرك ربنا حذر منه سادة الخلق الأنبياء. معناها الشرك ده حاجة كعبة. الشرك شنو؟ معناها حاجة صعبة، معناها نحن خايفين عليك. والذل لأنه يا جماعة عقوبة الشرك ما بخلدك في النار غير الشرك، لأن ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرام عليه المشرك، حرم الله عليه الجنة. المأوى بتاعه وين؟ ربنا قال: ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين في هذه الآية برضو المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: من مات، أي دول؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل وين يا جماعة؟ دخل النار. انت لو مت على الشرك ولو حتى بتنادي الأنبياء، خلي الجماعة ديل تقوم ماك نزاور للأولياء الأخطاب له النشاور. لو ناديت الأنبياء مكانك النار، لأن الشرك ده أقعب جريمة. عشان كده ربنا في الحديث القدس ربنا قال لك شنو؟ يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ربنا قال لك لأتيتك بغرابها مغفرة. هل باقي الكبائر ما حرام؟ حرام. الزنا حرام، والخمر حرام، والشرب البنج حرام،
كله حرام، لكن دون الشرك، دون الشرك. المعاصي دي كلها صغيرها وكبيرها أخطاها بعيد شوم، لكن أشومها الشرك بالله، أشومها الشرك بالله. والشرك يا جماعة، وأنا أختم، الشرك في البلد دي والله عندنا شرك، والله لو جاء أبو لهب، أبو لهب يطرش عديل كده، يطرش عديل، يطرش عديل. ليه؟ لأنه في شرك في البلد دي. أبو لهب ذاته ما عمله شرك، أبو لهب ذاته وغيره من المشركين، مش أبو لهب براو، المشركين جميعا ما عملوا هذا الشرك اللي عندنا في السودان، ما عملوه. إذا كان ده ماسك الصاقعة، وده ماسك الكون، وماسك الأرض، وذاك ماسك الموية، وده ماسك البنزين، وده ماسك القروش، خلوا لي الله شنو هذا الكلام. أبو لهب المشركين جميعا ما عملوه يا عبد الله. عشان كده نحن ننزل الصوفية وغير ما عندنا عندهم مشاكل، عندنا مشاكل معاهم في طين، ولا شاروا مننا قطعة واطة ولا أرض. كلام في دين يا عبد الله، في دين ده شاروا حق الله. أدو حاجة عبد الله، أنت حتى لو شاروا جذلانك ده ولا سبوا أبوك، أوه بتكورك ثلاث تزعات، ثلاث تزعات ده شنو؟ حتكارك. ليه؟ لأنه ثلاث تزعات دايرة ليه؟ لأنه شالوا حقك. ليش شالوا حق الله يا أخي؟ شالوا حق الله، وربنا قادر يرجع حقه، لكن إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نحن مندافع عن دين الله، ما مندافع عن قروش شالوها مننا، مندافع عن دين الله. لأنه لو سكت أنت وسكت ده وسكت ده، ربنا بيهلكنا كلنا، الصالح والطالح، حتى الصالح ذاته، الصالح ذاته لو قال كله اختاتا معلقة من عصبته، وخلي الغقلة خالقة، والخواف رب عياله، لو خفت ولا ما قتلك بتموت بتموت، ما تقول ليه الخواف رب عياله، قم على حيلك، خواف بتاع رب عياله. حتى لو خفت ولا ما خفت، في النهاية ربنا بيهلكك، في النهاية الموحد بيموت والمشرك بيموت. لكن خير تموت على التوحيد ولا على الشرك؟ موت على التوحيد يا أخي، موت على التوحيد، لأن ربنا قال الذول اللي بيجيني مشرك. الآيات في سورة طه، ربنا قال إنه من يأتي ربه مجرما، مجرم المشرك، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا، ذو الراجل ذو الموحد قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فيا جماعة، الشرك ده، الشرك ده أول خايف خليه يكون حرام، والشرك ده خيابة عديل ولا ما خيابة؟ خيابة يا أخي. أنت ضل بشنبك وبيدقنك يا سيدي البريدك مد ليدك، راجل بهرتة بتتالو، راجل بخش أدب له داينة، أنا متضايق في كلية الكتيف، في كلية الكتيف تعبانه، تندادا تندادا، دول راجل استجمان يا أخي. لو بتدادات سيد الرجال، سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، أنت برضه مشرك، فما بالك تنادي البرعي صايم ديمة، ديل أصلا ما ديل ما صالحين، ديل طالحين، لأنهم بنادوا غير البرع ذاته. بقول في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، دي خيابة ولا ما خيابة؟ تنادي لك رجال يا أخي؟ تنادي لك راجل؟ تجي من تقعد واحد يمشي هنا حمد النيل يا الشيخ، وخط يدوني في ظهره، ذول الراجل ما شايل حيله ذات، يا الشيخ ظهري موجعني، قوم على حيلك، ظهري موجعك تنادي الشيخ؟ دي خيابة دي يا أخي، خليك راجل، راجل ذكر، ما تنادي العمتك دي ولا طاقيتك إلا لربنا اللي خلقك، تنحن لله، تركع لله. لكن راجل امه مره تنتني له وتنحني له، يا خيابه. اول حاجه خليه خيابه عديك، والله راجل ده يعض في انسان لما يعرف حاجه ذات. لو في يا اخي، انت لو ناديت الرسول لم ربنا قال لك انت بهيمه، ربنا قال ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ربنا قال واذا حشر الناس، كلام يوم القيامه، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيا جماعه، كون تنادي بشر ده، تنادي بشر ده، انت خايف. اول حاجه افهمها مني، افهمها مني، خايف، لأن ربنا في آية ثانية قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. البعل في تفسير ابن كثير هو الرجل، راجل يا أخ، راجل يا أخ بطنه بتوجعه وبنتك وجع راس، وبتعب عنده حاجات كثيرة، حاجات كثيرة يا أخ، بتعب يا أخ، بتعب. بعدين كده تنادي لك راجل؟ عشان كده هنا الناس بينادوا الرجال،
والنادى بنادون ذا ذاته البرع حتى بناد بنادو البرع والبرع ذاته بناد الرجال دي بحلوها كيفي البرع ذاته بناد الرجال بيقول حجر بكم الفيلكم متحكم ده شيخ البرعي قال ما تكون ده كون ده ولا ركش يا برع السودان قال ما تبحثون تحثونا مرغنية قالوا نحن المراغنة عن قدم الكون أعلاه أسفله في طي غضتنا شرك والله ديدا نسكت انت واسكت انا ويسكت ده والله ربنا يهلكنا كلنا الصالح والطالح إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ربنا العذاب بي يا جماعة العذاب بيجي عشان كده إبراهيم الخليل أبو الأنبياء خاب من يوم القيامة قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم قلب سليم أبيض ربنا داير قلب سليم موحد ده القلب السليم أما قلب ملخبط فيه شرك وبدع وفنانة بجاينا انت عجرم وبجاي الحوت وبجاينا ده القلعة وبجاي البرنسيزة ده قلب وسخان ربنا مو دايره قلب مران وسخان فنانين وفنانات حمادة بيت طلعت الكبري تطلع الكبري تطلع بحري ما بنا عندنا مع قضية نحن ها فالشرك ها انتشر لا والغنى برضو كتير نحن لكن الغنى أقل أقل من الشرك لأن الغنى ذاته فيه شرك ها يا بشرة يا بشرة قال إن شاء الله راجل مرة ده ما شرك البد جاء راجل منه بده الله يا أخي دي فنانة بتقول يا بشرة إن شاء الله راجل مرة ما تنادي الله يا أخي تدار راجل ما تنادي الله ها والحوت برضو هنا الحوت الحواتة دين ها قال المعارف الفكي أكل قراشاتي قال شنو معارف لا وبعد شوية قال مشيت جبال النوبة طلع الكبري معركة والطليطبية في عز الليل سموها ذا النوبة بالله قم على حالك ها ده كله شرك فنظر الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأقدم الشيخ شهاب عوض.